المبعوثة غير محايدة، تدعم طرف دون طرف، وهي دائما مع حكومة الوفاق. يعني هذه المشكلة، ما تنظرش للأطراف الليبية بشكل متساوي، تنظر لحكومة الوفاق هي الوحيدة اللي موجودة في الصورة، وهذا يسبب أن الأطراف الأخرى بتكون ردة فعلهم للبعثة غير صحيحة، يعني ينظروا لها أن هي منحازة لطرف دون الآخر. ستيفانو هي عبارة عن موظفة في البيت الأبيض قبل أن تكون هي موظفة في الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة تتقاضى في مرتباتها منين؟ تتقاضى في مرتباتها من أمريكا، وهذا لابد نحن نكون واضحين وصريحين فيه للغاية وبكل شفافية، مما أدى إلى كل الموظفين سواء من أول مبعوث أمم وصل عندنا في ليبيا إلى آخر مبعوث واللي هي المكلفة الآن ستيفانو، هي منحازة للسياسات الدول الكبرى التي لها أطماع في هذه الدولة. ختاما، الأمم المتحدة لا تريد الخير لهذا الوطن. ختاما، الأمم المتحدة تعين كل المبعوثين من ينصاعوا للخريطة التي تؤدي إلى تقسيم هذه الدولة والدوس على سيادتها. في تصوري الحقيقة، يعني دائما نتكلم ونقول أن صوت الشعب وصوت الناس حيبان الآن الحقيقة المبعوثين الأمميين سواء في ليبيا ولا في سوريا ولا في العراق يبدو أنهم يتكلموش بمنطق الناس، وبالتالي الزمن حيتجاوزهم الحقيقة، وهذه التجارب موجودة. يعني الآن يعني الرهان على صوت الناس، صوت الناس هي اللي تخلي المبعوثة وتخلي الأمم المتحدة الحقيقة ترضخ لإرادة الشعب الليبي. وبالتالي أنا دائما لا أعول على هذه التقارير، لأن في تصوري دائما هذه التقارير اللي نسمع فيها ونشوف فيها حتى في لقاءات مباشرة سواء في الأمم المتحدة ولا تقرير المبعوثين الأمميين، حقيقة لا يشفي يعني ولا يعني لا يرقى إلى طموح الناس، وبالتالي تلقاهم يأخذوا في المواضيع بنوع من مراعاة السياسة ومراعاة الكتل دون نظر إلى الحقيقة. حقيقة الليبيين لا يستطيع أن يعبر عن حقيقة الليبيين إلا صوت الناس، وبالتالي صوت الناس مرة الأولى والثانية والثالثة في الأخير بكل صوت الناس وصوت الشعب هو اللي حيصيغ التقرير النهائي للأمم المتحدة حول ليبيا.